هنبدأ نرسم قميص القالب. المنطقة دي اللي احنا قلنا عليها ده كده الكمبري بتاعي جزء هنا وجزء هنا. هنعمل حاجة بسيطة جدا عشان نقدر نوضح ازاي نعمل الكمبري. احنا خدنا النص ده اهو، ده من غير قيمة مونطة لسه عشان نبقى عارفين ده ملوش لسه قيمة مونطة. هنيجي عند النص ده اهو، ده خط وده خط عشان نعمل طريقة تانية تريحكم شوية ونشوف بيها الكمبري ازاي هنجيبه. قسمنا ده كده وجبنا ده، خلاص كده هيجي معانا خط لما نيجي نعمل الفردة كده، هنكسر الكرتونة اهو خلاص مظبوط. ده بقى اللي هو فوق الخط اللي هنا، عايزينه ينزل لتحت بس يبقى نفس الطول ده هو ده وكل الأطوال مظبطة. فهنعمل حاجة مبسطة شوية عشان نريحك. هنيجي نعمل كده هنا، ناخد ده على خط مستقيم كده، عندي مربعات هنا أظن تكون واضحة. بعمل سنتي 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 سنتي، واجيب المسطرة بتاعتي واقسمهم كده اهو. ادي كل واحدة جبنا لها سنتي، باخد ده عدل عليها واعمل خط، وبعدين اعمل خط سنتي 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 اهو. اوكي خليك معايا يا رب تكون بالصورة واضحة. قسمته شرايح يعني اهو 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 اهو. طيب كده احنا قسمناه عدة شرايح، كل واحدة قيمتها سنتي. باجي عند الاسطمبة بتاعتي اللي عايز اكسرها، ناخد واحدة كبيرة مثلا ونتاكل دي اهي. كرتونة كسرتها الجزء ده مفهوش مشكلة بالنسبة لي. ادي النص بتاعي كسرته، هناخده كده اهو اهو واعلمه. ايا كان بقى الرسم اللي عليه، ما هو المنطقة دي خلاص احنا عرفنا انها ايه، النقطة دي عرفنا انها سهلة انها تيجي كده. ايا كان بقى الرسم اللي عليه مش ده المشكلة، احنا ناخدها حتة واحدة. نيجي لده، المفروض ان ده كده ده كده، احنا عايزين ننزله تحت. عشان ننزله تحت احنا قلنا قبل كده الطريقة بتاعت ان انا بحط الارتكاز واشتغل، لكن انا دلوقتي عشان ما عنديش ارتكاز او مش قاعدين نعملها كويس او محتاجين تدريب عليها، فهنعمل الآتي.